الحاجة هي امتى اصيب بالمرض؟ والله له سنة تانية تعز. هو وين كان المرض؟ جاء بإجره بالأول. بإجره وصار تكبر شوي 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 شوي. ما خلينا مطرح، ما خلينا حكاية، ما خلينا شيء من هالمرض، من هالنهر هيد. وهو يتعذب 40 يوم، بالآخر يتعذب كتير وتألم كتير وألمنا كتير وتعبنا كتير. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يخليك تعيش يا رب. الله يرحمه، كتير يتعذب وكتير يتألم وعذبنا معه. أكيد الله يرحمه. هذي اللي جعلهاش يتعذب وش يتألم وش يصرخ وشو كل يوم ناخده 5 مرات 3 مرات عم بالله لعند الحكيم يعمل له إبري لحتى فيني.